سؤالي هو عما هي العلاقة التي تربطك بمواقع التواصل الاجتماعي؟ علاقتي بوسائل التواصل الاجتماعي هي علاقة يومية حياتية أستخدمها كل الوقت، وهي شيء أتى لحياتي ولا أستطيع التخلي عنه. أنا أستخدمه يومياً، والسناب شات والإنستغرام أكثر ما أستخدم. لا أعرف ولا أنشر كثيراً. أمضي كل وقتي فيها وأتكلم مع الأصدقاء، شيء من هذا القبيل. ما هو الموقع الاجتماعي المفضل لديك؟ السناب شات، السناب شات والإنستغرام. تأثير مواقع التواصل الاجتماعي برأيك هل هو إيجابي أم سلبي؟ أعتقد أن لها تأثيرين. إيجابي لأنك يمكنك التواصل مع كل شخص ومع من تريدين، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير سلبي لأن الناس يمكنهم الوصول إليك بسهولة وهنا تكون سيئة. الاثنين. كيف؟ لا أعرف، فهي جيدة لأنها اجتماعية ويمكنك الحديث مع الناس ولا تشعري بالوحدة، ولكنك هنا تصبحي بعيدة عن عائلتك وتصبح علاقتك بهم باردة. أعتقد أن لها تأثيراً إيجابي، ربما هي طريقة للتعبير عن نفسك، إلا أنها يمكن أن تكون سيئة. كيف؟ كأن تنشر أشياء سيئة وأخطاء عن ناس آخرين. كم هو عدد الساعات التي تقضيها على وسائل التواصل الاجتماعي؟ تختلف، حوالي 5 ربما. 9 ساعات. 4 إلى 5 ساعات يومياً. بدي تخبرني شو هي علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي وشو هو تأثيرها على حياتك؟ والله هي صارت كل شيء، الكل بالكل. في الصبح على التليفون، بننام على التليفون، يعني التليفون هو مخدتنا وهو إحرامنا وهو كل شيء. طيب برأيك شو السبب؟ السبب لأنه صار عم يوفر كل شيء، بالأخص الفيسبوك وغير، يعني الفيسبوك فيه فيديو، فيه مباشر، فيه صور، فيه دردشة خاصة، فيه أخبار عن كل شيء، عن الحياة، فيه متواصل مع الأهل. هي كل شيء لي، يعني أني مثلاً بتواصل مع أصحابي، مثلاً أنا مثلاً من درعا بتواصل مثلاً مع أصحابي من درعا، أو مثلاً أنا متهجرت طلعت مثلاً على الزعتر كمان بتواصل معه. والله صراحة أنا مع التواصل الاجتماعي يعني ما بستخدمه خالص تقريباً، ولكن بستخدم فقط الفيسبوك أكثر شيء لأخذ أخبار عن سوريا وعن الوضع في سوريا. طيب شو هو الموقع التواصل الاجتماعي المفضل لك؟ الفيسبوك يعني هذا نمبر 1، بعدين الانستغرام. هلا مبدئيا الفيسبوك هو بالدرجة الأولى أكثر شيء بستخدمه، بعدين بيجي الانستغرام واليوتيوب بقدر مماثل، يعني هيك وهيك. أحيانا هو إيجابي بالشيء اللي حكيته إنه الواحد له حرية التعبير، هو له حرية يكتب اللي بده إياه، وله تواصل مع الناس اللي بيحبها وتواصل مع الناس اللي بيشاركوه نفس الاهتمامات ونفس الأفكار. بس أحيانا يعني بيصير في نوع من اختراق الخصوصية، الواحد بطل عنده هاي المساحة، رغم انه كبر مساحه الحريه على الفيسبوك، ولكن انه لسه في احيانا ناس يعني بيحدوا من هذا الشيء، وهذا الشيء بياثر على النفسيه بشكل سلبي. هلا اجمالا فيك تقولي 50%، ما في نقول، لا كان بدي اقول 60% سيئه، لكن حسب ما واحد شو بده ياخذ. مثلا بده ياخذ شغلات منيحه من الانترنت فيه ياخذ، واللي بده شغلات الابيحه كمان فيه ياخذ، حسب ما هو في شو فيه براسه بيتابع، يعني بيتابع نسوان، بيتابع سياسي، بيتابع اخبار، بيتابع دين، بيتابع اللي بده اياه هو، حسب الشخص يعني هذا المرجوع. طبعا هو سلبي مو بس علي، للجميع للاسف، لان صرنا نفقد حس الجمعه بالرفقه او بالاهل من وراء التليفونات، بنكون قاعدين جميعا بتلاقي كل شخص صار على تليفونه وعلى التطبيقات وكذا، فعب ياخذ من وقتنا كثير، ويعني للاسف هذا صعب بصير. طيب عدد الساعات اللي بتقضيها على مواقع التواصل خلال اليوم؟ خلينا نقول 5-6، وامرات اكثر، يعني ما ايام العطل مثلا امرات بقعد عليه 10، ضلني بس نايم عليه بالليل، بس ضلني بس عليه في الصبح يعني، وبالسياره يعني كثير، يعني يمكن نص الوقت، يعني نص شغلي ونص، يعني 10 ساعات ممكن تقريبا، لانه في الصبح بروح على شغلي
أول ما في نص ساعة ساعة، إذا بروكم مكان بعيد بالشغل بالسيارة كمان بفتح، إذا حسب المسافة إذا 4 ساعات بضلني فاتح الفيسبوك والإنترنت، وبس أجي من الشغل كمان بالسيارة، وبس أجي على البيت بتحمم لقمة بأكل لقمة بقعد على التليفون لحتى أخفى والتليفون حد مني يعني تقريبا ساعة ونص مو أكتر.